مباراه ملحميه ملحميه، كنا قاعدين مصر كلها كانت قاعده بتتفرج على كره اليد. طول عمرنا بنقعد نتفرج على كره القدم، لكن المره دي كره اليد كانت يعني واخده كل انتباهنا. كان عندنا امل، هو الحقيقه الشباب علوا طموحاتنا جدا، نزلنا كسبانين 3 بونت في الاول، وبعدين بقينا نتعادل ونرجع ونتعادل ونرجع ونكسب، وفي الاخر هزمنا من بطل العالم بركلات الترجيح بجون واحد بس، جون واحد بس. يعني على قد ما فرحنا وزعلنا، ولكن لازم نقول انه فريق كرة اليد، منتخب مصر لكرة اليد، قدم بطولات يعني مباراة مشرفة محترمة بصراحة. رفعوا راسنا، صحيح ساعات زعلانين، ولكن رفعوا راسنا. احنا في المركز السابع، مقدمة جيدة لمونديال طوكيو القادم، او اولمبياد طوكيو القادم. عندنا فريق ممتاز، جزء منه كبير، عدد منه كبير من لاعبين محترفين، وهي دي الكرة، كرة القدم، كرة اليد، هي دي الكرة، وهي دي الرياضة عموما. وعلينا أن نقبل الهزيمة كما نسعد بالنصر. أبطالنا النهاردة وضيوفنا كابتن محمد سند، كابتن علي زين، كابتن كريم هنداوي، ومعانا أيضا كابتن محمد عبد السلام ريشة، نجم منتخب مصر لكرة اليد سابقا. خلونا الأول نتعرف على الكباتن ونعرف تاريخهم الرياضي لمن لا يعرف كرة اليد. نورتونا يا كباتن، خلوني ارحب بيكوا تاني، كابتن محمد سند، كابتن علي زين، كابتن كريم هنداوي، وطبعا بيشرفنا ايضا كابتن محمد عبد السلام ريشه، نجم منتخبنا السابق. جون جون يا شباب، جون واحد، جون واحد، حرام عليكم، يعني فرحتونا وقهرتونا. انتوا بقى قولوا لي مشاعركم ايه يا كابتن سند؟ والله الموضوع كان صعب، كان صعب يعني، كانت لحظة مؤلمة، لحظة مؤلمة للفريق كله، للجمهور حتى. احنا كنا حاسين ان احنا خلاص خلاص المكسب في ايدينا، هنكسب، بس الحظ ما حالفناش، وحاسين ان احنا ضيعنا من نفسنا فرصة كبيرة ان احنا نحقق ميدالية في كأس العالم. فكان صعب تقبل الخسارة، بس في الأول وفي الآخر هي دي الرياضة، مكسب وخسارة، ومش دايما الفريق اللي يستحق يكسب هو اللي بيكسب فعلا دايما. كابتن زين، يعني انت خدت رجل المباراة، صح؟ مان اوف ذا جيم، بس انت حاسس بينك وبين نفسك انه ركلة الترجيح اللي ضاعت منك وجعتك؟ هو اكيد طبعا، بتحس ان انت ضيعت امل ناس كتير قوي. بس هو الماتش ده يعني الحاجة فيه اللي ان شاء الله ما تحصلش تاني، اللي احنا في الماتش نفسه وصلنا فيه مراحل كتير قوي. يعني مرة احنا كنا خلاص بنخسر الماتش، خلص وبنخسر، وبعد كده في اخر لحظة خدنا برين وكارت احمر لاحسن واحد عندهم ورجعنا في الماتش، وبعد كده كنا كسبانين، وبعد كده رجعنا تاني خسرانين، وبعد كده كنا كسبانين والماتش خلاص بقى 3 ثواني وكسبانين خلاص، بعد كده رجعنا تعادلنا ولعبنا برينات وخسرنا. فالشعور طبعا يعني حاجه وحشه، اللي انت يعني عملت اللي عليك، يعني اكتر حاجه عملتها عندك وفي الاخر ما كسبتش. فدي حاجه احنا ان شاء الله نحاول يعني نتعلم منها ونحاول يعني خلاص نكمل بقى اللي قدام. صباعك مخلوع؟ انا صباعي اتخلع، بس ده اللي هو ايه الاخراني ده؟ الاخراني بس يعني عادي، دلوقتي ابتدي اعالجه بقى بعد البطوله ما خلصت. خلاص الواحد يبتدي يفكر يعالج بقى، لان كلنا اصلا مصابين، تقريبا ما فيش حد في المنتخب مش مصاب، محدش خرج مش مصاب، كل واحد عنده حاجه بيلعب بيها، حاجه او حاجتين كمان يعني.
احنا اكتشفنا انها لعبه عنيفه على فكره جدا. كنا فاكرين ان كره القدم دي الاعنف يعني. هو كده لعبه عنيفه، وكمان في قوانين جديده اتعملت، اللي هو مثلا ما فيش حد يزقك في الهواء، الحاجات دي كلها اتعملت حاليا، وبرده لسه لعبه عنيفه. ف لا عندنا هرجع للبنالتي تاني بس بعدين. لا ما توه ما خدتش بالك ولا ايه؟ هنا كابتن انداوي، يعني انت بيسموك الاخطبوط، وقفت صديت، يمكن ايه نسبه التصدي بتاعك ايه؟ 31% في دي تعتبر نسبه كبيره؟ يعني نسبه كويسه يعني، مش نسبه يعني بالنسبه اللي هي كبطوله نسبه يعني كويسه، نسبه معقوله يعني. لكن لان البطوله بتبقى اكتر من 7-8 ماتشات يعني، فدي بتبقى لازم تبقى ثابت شويه في النسبه، لان النسب بتعلى وتوطى، فعشان كده هي دي البرسنتج بتقل او بتزيد على حسب كميه الماتشات يعني. اصعب لحظه عندك كانت ايه في الماتش، الماتش الاخراني ده؟ هو الماتش كله لحظات صعبه يعني بصراحه، لان في الاخر وفي الاول يعني بلنتيات، ما انا شايف اللي هي ما تتحسبش من ضمن الماتش، لان خلاص يعني خلاص كل واحد عمل كل حاجه، فالبلنتيات اعتقد ان هي مش مقياس يعني اذا كان ليهم او لينا يعني. بس ساعات البلنتيات بتبقى مقياس للجول كيبر يعني. أكيد انت وطيار بقى اكيد طبعا، اكيد كنت اتمنى طبعا ان انا اتخب ان انا اصد واحده او اثنين، لكن ما حصلش نصيب يعني. لكن طول الماتش عملنا اللي علينا، طول الماتش كل واحد فينا بيلوم نفسه على كل حاجه يعني. هو الغلطات ما تبقاش غلطات فرديه، احنا كلنا منتخب، لما كل واحد بيلوم نفسه اعتقد بتبقى عشان خاطر هو حابب المكان، حابب اللي هو كان نفسه يساعد باي حاجه. كلنا علينا بنلوم نفسنا، عشان احنا فعلا كنا خلاص يعني على حاجه واحده، مش غلطه بقى من، لا هي غلطه من كل واحد فينا. كانت ممكن الماتش ده يخلص من اول خالص، من قبل بقى اكسترا تايم، من قبل اي حاجه. مين اخطر لاعب كنت خايف منه في الدنمارك؟ هم كلهم يعني. انا دخلوا عليا الشباب، قلت ايه يا ما شاء الله طوال جدا. انتوا جماعه طولكم قد ايه تقريبا؟ انت طولك قد ايه؟ لا انا 186 وزين علي 193 90 ما شاء الله مش بقر سند. ده انت قصير. انا قصير. قصير يا سند. ما اعتبرش طويل. بكام انت طولك؟ 85. لا قصير. لكن كان في الهالك اللي هو هانسن مايكل هانسن ده كان بينزل، اقول سترك يا رب. طبعا سترك والله العظيم. جريندايزر، عارف تحس جريندايزر. مين اخطر واحد كان بيصور؟ هو اكيد يعني. هو طبعا هو خطورته ان هو في اي وقت ماسك الكوره ان هو ممكن يشوط، هي دي مش اي حد بيبقى عنده المهاره دي يعني. ان هو ماسك الكوره ممكن يشوط في اي وقت، ممكن يبص لاي حد. بعدين تحس انه بيطير فوق، هو معرفش بيطير لحد فين بصراحه. هي مشكلته ان هو بيشوط بطريقه معينه، من حته ما بيشوطش من ايده هنا، بيشوط من ايده وهو فوق خالص، فدي بتبقى صعبه شويه على الجون. حتى لو هو، لان هو هو اصلا 2 متر او 2 متر الا شويه، فلما بيرفع ايده فوق يشوط من فوق بيبقى زاويه حوالي متر، فبيشوط من فوق يعني فوق جون، فهي دي المشكله. وفي نفس الوقت هو غير هو بيشوط، هو كمان بيباصي بساط ان هو على طول في حتت فاضيه يعني. اي لعيب بيباصي له بيبقى هو لوحده خالص. فهي دي خطورته يعني، هو على طول ماسك الكوره بيبقى خطر. كابتن ريشه، تقييمك ايه للماتش؟ نتكلم على الماتش وبعدين نتكلم على البطوله كلها. هو عامه انا حابب اشكرهم في الاول طبعا. بالنسبه لاسره كره اليد، الناس كلها اللي مش متابعه كره اليد، الناس دي مش عارفه مراحل اللي كانت قبل البطوله كانت ايه. الناس دي ما عملتش اعداد، الناس دي عامله بطوله من غير ماتشات وديه، حتى لو كان في ماتشات ما كانتش على المستوى اللي هي تقدر تقدم او تقدر تنافس منتخبات الدوري بتاعها بره قوي، بتلعب اوريدي تصفيات اوروبا. فمن غير اعداد ومن غير يعني، الناس دي اصلا 3/4 اصابات، غير ان في ناس جالهم كورونا قبل البطوله، كان في ناس ممكن ما تلعبش، فالناس ما تعرفش المراحل اللي الناس دي عدت بيها. فاول حاجه انا احب اشكرهم واقول للناس ما تزعلش لان فعلا احنا فخورين جدا فعلا بيهم. فعلا عندنا جيل دلوقتي محترم. احنا كان في منتخبات قبل كده قويه، بس الجيل ده عنده عناصر خبره محترمه، عنده عناصر شابه بروميسنج ان هي تبقى في المستوى العالي. الاحتراف هيفرق الفتره الجايه جدا. المستوى اللي قدموه مستوى حضرتكم يعني شفتوا المستوى مع منتخبات ربع اوروبا وربع العالم واول عالم، الناس ادت مستوى حقيقي، فاحنا فخورين بيه. سند، لما ابتدينا واحنا كنا كسبانين 3 بونت في الاول، هل كنتوا حاسين ان احنا بصراحه عمرنا ما كسبنا الدنمارك؟ اعتقد ايه 4 مرات قابلنا الدنمارك وكان دايما الفارق كبير 5 و6 و7. لما كنا داخلين ب3 بونت حسيتوا ان
وي كان دو ات، جالكم الاحساس ده ولا كنتوا خايفين من الاول؟ لا هو حته الخوف دي ما كانتش موجوده عندنا. احنا كنا نازلين الماتش بنلعب بطل العالم بنلعب الدنمارك، بس احنا نازلين الماتش هنكسب عشان احنا الى حد ما بقى عندنا ثقه في نفسنا، بقينا شايفين نفسنا منتخب كبير يقدر ينافس، فنازلين الماتش عارفين الماتش مش هيبقى سهل، بس نازلين نكسب نلعب على المكسب. لما طلعنا طبعا 3-0 عليهم في الاول، ما تقدرش تقول انت كسبت، لان الهاند بول بتروح وبتيجي زي كل ماتش، بتطلع 3 بتنزل 3 زي اي ماتش. فاحنا عارفين الماتش 60 دقيقه لازم نلعب كل دقيقه لحد اخر ماتش، وكمان الماتش كمان زاد معانا بقى 80 دقيقه مش 60 دقيقه. فالدنيا كانت انا شايف ان ده كان نهائي مبكر للبطوله. الفرقتين فعلا كانوا قريبين جدا من بعض، الفرقتين مش راضيين يسيبوا الماتش لحد، ماسكين في المكسب بايديهم واسنانهم. ف ما اقدرش اقول ان احنا كنا خايفين، ما اقدرش اقول ان احنا كنا نازلين واثقين من الفوز، بس كنا نازلين واثقين في بعض، واثقين في الفرقه. احنا كنا انا شايف ان ميزتنا في البطوله دي ان احنا كنا بنلعب كفرقه، ما كانش في حد فعلا بيلعب لنفسه، كنا كلنا قلبنا على قلب بعض، كنا بنلعب على بروح واحده، ودي انا شايف دي كانت اقوى نقطه لينا في البطوله، ان احنا كنا كلنا فعلا خايفين على بعض وقلبنا على بعض وبنلعب عشان نكسب بعض، مفيش حد بيلعب لنفسه، انا بلعب عشان علي، علي بيلعب عشان كريم. فالدنيا كانت ماشيه حلو جدا معانا واعتقد كانت باينه يعني، وان احنا في الاخر كان سوء حظ يعني. ليه كنت بحس انه ماشي احنا بنجيب الهدف، هم رد فعلهم سريع جدا وبيعوضوا في ثانيه، يعني احنا كنا نبني الهجمه وده كان بياخد مننا وقت، ما كانش الهجمات مش دايما كانت بتبقى سريعه، فكان بياخد مننا وقت على ما احنا نروح ونصوب وكذا. هما بقى اول ما خدوا كرة ترك 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 هما صوبوا، مش ما كنتش يعني ده انا يعني مشاهد. هو برضو هو احنا في الاخر في الاول الدنمارك بطل عالم كذا مره يعني، وهو يعتبر اقوى فرقه في البطوله دي، ميزه من عندهم يعني، عندهم ميزه اللي هي الفاست بريك او السنتره السريعه، يعني بيخش فيهم جون بيعوضوه بجون على طول. احنا كان هدفنا في الماتش اللي احنا نساير معاهم الماتش لحد اخر لحظه، يبقى الماتش ماشي قريب، لان الدنمارك من اول البطوله لحد ماتشنا ما فيش ولا ماتش كان ماشي معاهم جون بجون، كان دايما بيبقوا فارقين فبيلعبوا بدون ستريس، فما بيلعبوا بدون ستريس بيطلعوا كل حاجه حلوه، بيبقى الماتش شكله حلو قوي، اللعيبه شكلها حلو قوي. ماتش بتاعنا معاهم كان فيه ستريس كبير قوي عليهم، لان احنا كنا ماشيين قريبين منهم على طول، هما ما كانوش متخيلين ان احنا هنبقى كده، واحنا يعني احنا كنا مفاجاه بالنسبه، واحنا كنا عايزين يعني نبتدي الماتش ولحد اخر لحظات في الماتش نمشي معاهم جون بجون، عشان الدنمارك لو احنا فكرتنا يعني لو الدنمارك مشينا معاهم جون بجون ممكن في اخر الماتش تخسر، وممكن في اخر الماتش تخسر يعني هي بس تمشي معاهم على الاقل جون بجون عشان يبقى الموضوع بالنسبه لهم صعب. فده اللي احنا عملناه. في الاخر طبعا حصل يعني باد لك شويه كور، كان في شويه حظ برده، كان في نفس الوقت كان في عدم توفيق شويه، وكان في فكر في كان في مشكلتين، مشكله لما اطرد لما غير مسار اللعب واطرد هانسن، دي كانت بالنسبه لنا يا نهار ابيض، ده قانون جديد اخر 30 ثانيه لو اي حاجه اي فاول عكسي او اي حاجه سوء سلوك يعتبر ان هو الحكم صفر، هو رمى الكره بعيد بتحسب بريم. يعني ايه بقى واسال كابتن ريشه يعني ايه اللي حصل بالظبط، لناس كتيره ما فهمتش ايه اللي حصل، ده حصل معانا وحصل معاهم. امتى لما حصل فجأة وراحوا للفار ولا راحوا احنا بقينا مش فاهمين، طب وده هيحصل مش فاهمين بيحصل ايه؟ زمان كان بيحصل ان مثلا كان يبقى فرقة كسبانة واحد ويبقى مثلا بيحاولوا يضيعوا وقت، فالحكم بيرفع لعب سلبي، فكان يبعد الكورة يحاول يمسك اللعيب، فكانت العقوبة بتاعتها اخرها يا ايقاف دقيقتين يا كارت احمر. فالاتحاد الدولي عمل قانون جديد ان اي تعطيل لعب متعمد في اخر 30 ثانية بتبقى ضربة جزاء مباشرة. فهي دي اللي خلت ان الناس بقت كير قوي في الاخر 30 ثانيه ان هم ما يعملوش تعطيل لعبه متعمد. فهي دي اللي حصلت، ان هو والحكم بيصفر يعني لعب سلبي، هو حاول يرمي الكوره فده يعتبر ان هو تعطيل لعبه متعمد، فبتبقى النتيجه ان هو بيدي ضربه جزاء مباشره على طول. فطرد هانسن بالظبط ودى وخدت بنالتي ولعبتها انت يا سند بالظبط. احنا بقى حسينا وقتها انك محمد صلاح، وقت زي بالظبط محمد ضربه محمد صلاح في التاهل لكاس العالم، كنت بتفكر في ايه؟ والله انا لاحظتها بصراحه، انا ما اعرفش ليه حسيت ان انا كنت بارد جدا هادي جدا وداخل اشوط البنالتي، وانا ده بنالتي الحياه، ما هو بقى ان انا بقى ما كنتش واخد يعني، انا عارف ان هو بنالتي مهم جدا وهو ده اللي هيخليني اخش في الماتش، بس ساعتها في وحي نزل عليا خلاني هادي مركز جدا قدامك التايكون اللي واقف، والدنيا كانت كويسه جدا، دخلت شطها وكل حاجه حلوه،
بعد الماتش بقى لما شفت الرياكشنز بتاعت الناس عامه عن البنالتي كده، حسيت لا ده كان في ضغط كبير جدا عليا في البنالتي دي، بس الحمد لله يعني ان ربنا وفق وان كنت هادي كده هادي وانا بشوطها، فالحمد لله يعني ربنا وفقنا فيها. اه وحطيت بنالتي تاني برضو اعتقد في ضربات الترجيح. حصلت مره تانيه بقى لما احنا قالوا لنا انه نزلنا او حصل تغيير بدري او في لاعب نزل، فهنا برضو احنا حصل لنا مشكله واضطرينا نلعب اكسترا تايم صح؟ اه كان محمد ممدوح هو كان المفروض بيغير مع ابراهيم المصري، فهو ابراهيم المصري اوريدي ما كانش في الملعب، فهو كان جنبه، فهو لما شافه جنبه افتكر ان هو طلع، وهو كان اوريدي كان في 6 لعيبه في الملعب، فهو انت لما بينزل لعيب زياده ده بيطرد اللعيب اللي نزل زياده دقيقتين وبيتحول اللعب. هنا برضو تحول اللعب وكانت المشكله. آه. لما لعبت البنالتي ناس كتيره بصراحه ما انبسطتش، قالت لك وقتها انت نطقت الكوره كده بنالتي مثلا دي طريقه اصلا يعني انت بتعمل كده على طول، انت على طريقتك كده على طول على طول في كل حتى في التمرين يعني. في حياتي حتى في التمرين حتى في الماتشات كل الماتشات اللي فاتت كده برضو الناس شافتها اللي انا مع انها ما فيهاش اي حاجه انا شايف ليها عاديه خالص يعني. هل ده كان الناس شافتها قله تركيز؟ خليني اقول لك بصراحه لا هي مش قله التركيز دي يعني، على الاقل حتى شوتها بره الجون انا ما شفتهاش بره الجون، شوتها جوه الجون، الجون هو اللي صدها يعني انا اكيد يعني الواحد عارف وداخل، وخلي بالك انا داخل اخر بلن في الخمسه يعني رقم 5، فاكيد داخل وعارف يعني اللي دي حاجه مهمه واكيد عاوز ادخلها جوه الجون يعني طبعًا. انا حتى لو الناس شافت البلن الكرة لما جون صدها راحت بعيد قوي يعني انا شفت الكرة يعني جامد عملت اكتر حاجه اقدر عليها يعني اكيد زعلان طبعا ولحد دلوقتي زعلان وبفكر فيها على طول، ما برده شريط الماتش شغال طبعًا. في دماغي طبعًا. من ساعه الماتش لحد النهارده لحد دلوقتي حالا شغال في دماغي بس انا يعني المفروض اعمل دلوقتي انا خلاص يعني اعدي الصفحات دي واتعلم عدي اه طبعا ادي حاجه اتعلم منها وفي نفس الوقت يعني احنا من بعد الماتش كلنا قعدنا اتكلمنا حتى كلعيبه كالناس كلها احنا خلاص احنا عملنا حاجه كويسه وفي نفس الوقت احنا فرحانين بادائنا يعني زعلانين جدا لان احنا في فتره من فترات كنا خلاص هنكسب وما كسبناش بس يعني كويس ان انت بتفكر في حاجه دلوقتي هدفك مثلا اولمبياد فدي حاجه كويسه ان انت تفكر فيها من دلوقتي الجماهير كلها عندها امل ان انتوا بقى تجيبوا لنا ميداليه في الاولمبياد احنا بعد بطوله افريقيا اللي كسبناها في تونس وكانت بطوله صعبه جدا والناس كلها كانت عارفه اللي تلعب تونس في تونس ده موضوع صعب جدا وما بيحصلش المنتخب مصر يكسبها في تونس خلصنا ماتش تونس تاني يوم احنا قاعدين بنتكلم مع بعض بنتكلم على كاس عالم يعني دايما الحمد لله المنتخب ده الفرقه كلها مع بعض والروح بتاعتها اللي احنا دايما بنخلص حاجه بنفكر في حاجه احسن قدام يعني دايما في طمع في الموضوع احنا اي فرقه تانية هتلاعب الدنمارك فرقه قويه قوي وخلاص والموضوع لا احنا كان عندنا امل لحد يعني اخر 3 ثواني في الماتش ولازم اقول ان انتوا اديتوا اداء عظيم وان انتوا اديتوا قدام السويد والدنمارك الحقيقه واللي هم الاثنين دلوقتي في النهائي والعالم كله كتب انه هذا الماتش هو النهائي الحقيقي للبطوله كابتن هنداوي كلمني عن حارس الدنمارك حارس المرمى في الدنمارك يعني انت شفته ازاي هل ده فعلا افضل حارس في البطوله في رايك لا في البطوله دي لا بس مين افضل حارس في البطوله لا هو اجوان اسبانيا اعتقد هم دول احسن اجوان في البطوله يعني هم من اول البطوله الاخيره من اخر واسبانيا البطولة. للاسف مش في مش الماتش اللي فات الماتش السيمي فاينل ما كانش موفقين بس طول البطوله لحد السيمي فاينل هم نسبتهم عاليه جدا جدا في التصديات واجوان كويسه جدا جدا لاندين طبعا حارس كبير طبعا جون الدنمارك طول الماتش على فكره احنا يعني اللعيبه كلها كانت يعني كانت موفقه جدا لكن طول الماتش ما كانش الصد بس نزل في الاكسترا تايم ونزل في الشوط الثاني برده صد كور مهمه جدا وفي البينالتيز بقى طبعا صد 2 بينالتي يعني من الخمسه مهمين طبعا يعتبر يعني بالنسبه ان هو يصد 2 من الخمسه في الهاندبول يعني حاجه كويسه جدا ساعد فرقته كتير ان هي تكسب يعني هو ده اللي حصل يعني فطبعا علاقتك انت وطيار يعني انتوا الاثنين مين امتى ده انت بتنزل وامتى طيار بينزل في الهاندبول ده مختلف عن كره القدم يعني طبعا. في كره القدم هو بيبقى جول كيبر واحد ممكن نغيره بقى لو لا قدر الله اصيب لكن ده لا في الهاندبول ممكن تغيره ممكن طبعا لا طبعا عصام حبيبي انا بحبه جدا جدا على صفته الشخصيه وهو كمان كلاعب طبعا حارس مرمى محترم كبير جدا وفعلا يستاهل كل حاجه يعني انا بحبه جدا جدا يعني وهو فعلا مجتهد وبيتمرن ومركز على طول ودي احسن حاجه بحبها فيه يعني
انا عايز اقول بس ان الثلاث كباتن محترفين بره. هنداوي انت فين؟ مقدونيا. انا في مقدونيا. في مقدونيا ولسه ده لسه عقد جديد. لسه لسه هتروح باذن الله. زين انت في الشارقه ومبسوط هناك ولا ناوي مبسوط ترجع؟ مبسوط قوي. مبسوط قوي. لا مبسوط يعني الحمد لله يعني. مش ناوي ترجع الاهلي؟ بنشوف لما عقد يخلص مع الشارقه يعني. قعد قد ايه؟ انا عادي سنتين فاضل فيهم قد ايه يعني باقي فيهم موسم السنه دي انت في فرنسا بالظبط في نادي نيم في فرنسا ومبسوط في نيم ده الحمد لله فريق حلو ومستقر الحمد لله هنتكلم على فكره الاحتراف في الهاندبول لان برضو احنا ده موضوع جديد علينا وانا سعيده ان انا بستضيفكم عشان نشرح للناس المدرب كلمني عن المدرب كابتن ريشه المدرب الاسباني المدرب بالطريقه هو حاول يجدد ويعمل طريقه اسلوب مدرسه اسبانيه وشايف انا شايف ان هي نجحت جدا مع المنتخب الطريقه ما حد يعني ما كانوش متعودين عليها هي خدت منه شويه وقت جابت معاه نتيجه في بطوله افريقيا وزي ما احنا شايفين في بطوله العالم طريقه بتعتمد ان يعني الناس ما تعتمدش على التصويب بصوره كبيره اكتر في الهجوم من بره بتحاول تعتمد ان هي تاكد الكره من اقرب نقطه للمرمى هو ده اللي كان يعني تعب فرق الاوروبيه وهي بتلعبنا مش معتمدين كتير ان معتمدين على اجسام كبيره بتشوط الطريقه دي بتقلل ان الفرق اللي قدامك تحاول تعرف نقطه قوتك في الهجوم فين السكاوتنج ما تبقاش عارفه نقطه القوه انت بتدافع لايه فانت ده بيخلي ان الفرق اللي بتدافع عليكي بتتعب في طريقه متعبه للمدافعين ان انت طول بس هو غير اداء يعني مقارنه باللي فات انت متابع أكيد أكيد غير اداء الفريق هي مدرسه مختلفه تماما عننا احنا كنا تقريبا ممكن بنعتمد على التصويب اكتر من بره طريقه الدفاع بطريقه معينه لا هو بقى الدفاع دلوقتي عندنا بقى كتله واحده بيعتمد ان انت تحطي المهاجم في نقطه معينه او في بوزيشن معين مش مستريح ان هو يشوط فيه تبقى سهله للجون وسهله اللي محتاجينه اكتر يعني ان احنا نبني هجمات اكتر خط وسط افضل يعني ايه اللي محتاجينه لا مش ما بتتقاسش كده هي بتتقاس ان احنا نستمر على نفس طريقه اللعب دي ونستمر على نفس التدريب ويبقى الدعم مستمر للجيل ده ان الاحتراف كمان يتفتح لهم بصوره اكبر ده بيفرق معانا جدا في عقليه اللعيب وفي استمرارياته في الاداء ان الدوري هنا يعني مش بنفس الصوره اللي الناس مش بنفس القوه كمان الدوري طبعاً. اصعب لحظه عدت عليكم ايه يا شباب يعني زين اصعب لحظه غير البنالتي جوه الماتش امتى حسيت ان الماتش بتاعنا وامتى حسيت ان الماتش مش يعني بعد ما الماتش انتهى وبعد كده الحكام وقفت الملعب عشان تشوف في الفار تشوف ايه اللي حصل في اخر 3 ثواني لما هانسن رمى الكوره يعني انا حتى كنت مع جنب سند بقول له مش هينفع نروح النهارده يعني عارفين احنا خسرنا هنروح خلاص احنا مش يعني حتى انا بقعد مع سند في الاوضه دايما كنا بنقعد نتكلم مع بعض ونقول احنا مش هنروح النهارده احنا هنروح يوم 31 بعد ماتش الفاينل مستحيل نخسر النهارده ف للحظه من اللحظات انت قلت خلاص انت ممكن تخسر دي كانت اصعب لحظه طبعا البلين طبعا اصعب لحظه ولما كنا خلاص هنكسب وباقي 3 ثواني ورجع علينا بلين انا دي بالنسبه لي كانت اصعب لحظه في شعور دراما الشعور ايه ساعتها كانت لحظه ايوه وجاله اللحظات كلها الماتش كله صعب الراجل ده الماتش كله الماتش كله كان لا 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 على فكره احنا اعصابنا باظت لا هو الماتش كله حقيقي فعلا صعب انتوا اتفرجتوا احنا اعصابنا باظت انتوا كانت اعصابكم عامله ازاي احنا كان نفسنا يعني نكسب والماتش يخلص خلاص لا احنا كنا فاضل يا جماعه فاضل علينا 20 ثانيه واحنا كنا كاسبين بونت احنا ده اللي قهرنا لازم اقول لك مشاعري ان انا قاعده وسط خلاك انت ال 20 ثانيه في الهاندبول ممكن يخش فيها جول 20 ثانيه يا زين 20 ثانيه هنداوي ممكن بجد ممكن يجي فيها جونين والله جونين في 20 ثانيه اصل احنا بالنسبه لنا 20 ثانيه دي موت الكوره عادي في كره القدم نام على الكوره موت الكوره ما تتحركش عشان كده الاتحاد الدولي عمل القانون بتاع احنا خسرنا في ماتش جزائر في اخر 10 ثواني جه فينا جونين تعادل وخساره بس احنا ضيعنا كام كوره لازم اقول لكم بقى كمان احنا ضيعنا كام كوره في كام لعبه في الاخر واحنا كسبانين جون كان ممكن نعوض بيهم نبقى كسبانين جونين صح ولا لا دي حقيقه احنا الشوط الرابع كان سكور 65 34 لينا والشوط الرابع كله 0-0 كوره احمد مؤمن كرة في كام كوره كده راحوا مننا في ما هو زي ما مش بلوم حد بس انا بقول لك احنا كنا حاسين بايه وقاعدين بنفكر ازاي ما هو انا شايف ان احنا يعني الناس فعلا طلعت كل حاجه عندها ما فيش حد بخل بنقطه عرق وكنا كل مره رايحين الهجمه دي نجيب الكوره اللي تخلينا فرق 2 اللي تخلينا نكسب ماتش
ويبقى في سوء توفيق. هو ربنا ما كانش رايد يعني، لان احنا فعلا لو حضرتك شفتي بعد الماتش احنا اللعيبه كلها ميته في الارض جوه في الاوضه. لا وصوره درع وهو بيعيط حاجه صوره مؤثره جدا، الناس تعبانه جدا مجهده جدا، فمحدش يقدر يقول ان مفيش واحد في الفرقه بذل اقصى جهد عنده. احنا عملنا كل حاجه عندنا وفي الاخر ربنا ما وفقناش يعني. الموضوع صعب جدا، صعب جدا تتقبله. إيه اللي يتصلح بقى؟ الدرس، الدرس اللي نشوفه، ما خلاص بنغلط كلنا، ممكن ما ربنا ما يوفقناش كل الكلام ده، بس بنخرج بدرس، بنخرج بحاجة بنقول we will not do it again، مش هنعمل كده تاني أو هنصلح القصة دي. طب أبتدي بكابتن ريشة. هي الخبرات هي اللي يعني زي ما حضرتك شفت في الماتش المواقف اللي حصلت دي، هي دي كلها دروس وخبرات الناس بتستفاد منها. إن الناس لا بس إيه الدرس اللي هو يعني درس أساسي في طريقة اللعب؟ لا مش هنقول في طريقه اللعب، لان الناس فعلا عملت اللي عليها في اللعب. هي درس خبرات يعني، مثلا في اخر الوقت الناس وهي عمليات التبديل الناس تبقى مركزه فيها، نحاول ان احنا ما نعطلش في الوقت في اخر الماتش، لان هي دي كل الدروس دي اللي بتستفاد. انت بتلعبي بطل عالم، الناس فعلا بتبقى هاديه لانهم مروا بالمراحل دي كتير، لعبوا نهائيات كتير، لعبوا فاينلز كتير، فهم مروا بالمراحل دي كتير. الناس دي لسه بتبني جيل جديد وبتبني منتخب قوي، فكل ده دروس بيتعلموها ان هو في المواقف دي لازم يبقى فيها زياده التركيز بس ليس اكثر. كابتن هنداوي ايه الدرس؟ لا انا لا انا ما انا شايف ان يعني انا مع سعد جدا في اللي هو قاله. انا شايف ان احنا ممكن الدرس اللي نتعلمه ان احنا يبقى كل كره عند اي لعيب فينا تبقى هي دي اهم كره في الماتش، بس هو ده اللي احنا ممكن نكون. اذا كان انا مثلا في البينالتي المفروض كنت اصد، المفروض كنت اساعد الفريق ان انا اصد مثلا بينالتي من البينالتي، يعني كل واحد يفكر في كل كره في الفتره الجايه ان هي دي اهم كره في حياته، لان فعلا يعني مش 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 كوره هي اللي خسرتنا ولا موقف خسرنا. هو الماتش كله في كذا حاجه كان ممكن تساعدنا ان احنا نخش في الماتش، من بعيدا بقى عن البينالتيز والاكسترا تايم في الملعب في الماتش نفسه يعني. طب خلينا نشوف لقطات قبل ما نخرج فاصل الناس قالوا ايه. يعني اول تهنئه جات لكم من الرئيس السيسي، ودي كانت تهنئه سريعه جدا اكيد يعني اسعدتكم طبعا بعد المباراه. خلينا نتفرج على ردود الافعال بعد الماتش. اعتقد كمان الفريق الامريكي قال لك انها كانت مباراه عظيمه، يعني العالم كله اعتقد هناكوا على هذه المباراه. انتوا ده كان بالنسبه لكم ايه؟ يعني ده السفير الدنماركي يعني اتكلم على قد ايه الماتش كان دراما، وانا بس مش عارفه اقرا طبعا، نظري ضعيف فمش يعني عارفه. يعني اقول لك حاجه، احنا مثلا الدنمارك، منتخب الدنمارك كدنمارك هم اصلا يعني كانوا جايين البطوله غصب عنهم شويه، فاحنا وصلنا لهم ان هم بعد الماتش كلهم محترميننا وكلهم بيبصوا لنا بطريقه، كلهم جايين يسلموا علينا الناس اللي زعلانه والناس، فاحنا وصلنا لهم مسج كده في الماتش نفسه، وده اللي احنا كنا اصلا بنتكلم فيه، يعني ان احنا عايزين ندخل في جواهم الشك عشان خاطر يلعبوا عادي، وده اللي حصل فعلا. يعني هو ده اللي احنا كنا متفقين عليه، واحنا قبل الماتش بيومين كانش في اي حد فينا عنده شك ان احنا نخسر، كلنا كنا بنقول هنكسب. فده وده اكبر دليل ان احنا فضلنا ماسكين في الماتش لاخر ماتش، مش اللي احنا ننزل نعمل ماتش عادي وخلاص. فهم احنا وصلناهم لمرحله ان هم احترموا المنتخب في الملعب وبره الملعب في كل حاجه، يعني هم كانوا جايين غصب عنهم، والحمد لله اثبتنا لهم ان منتخب مصر لا غصب عنهم ليه يعني؟ عشان خاطر الظروف الكورونا وعشان خاطر الحاجات دي كلها. وان بس انا شايف ان هم اتعاملوا هنا لا دول كانوا على اعصابهم، احنا كنا يعني بنشوف الكاميرا على وشهم، ما كانوش مصدقين انهم بيلعبوا فريق مصر اللي هو الثامن مثلا، احنا كان اخر مركز لينا الثامن، وكانوا يعني مذهولين من الاداء، وكانوا مش مصدقين، وكان كل جون وكل بونت هم بيحرزوه كانوا كانه حاجه انجاز عظيم. حتى انا كنت بقول ده الدنمارك، انا كنت متخيله بصراحه ان احنا يعني من الاول هنتهرس، بس يعني الحقيقه ان انتوا صديتوا وكنتوا على قد المسؤوليه. خلينا نخرج فاصل قصير، وبعد الفاصل نواصل حوارنا مع ابطال كره اليد. يمكن نكون ما قدرناش نعدي حاجز السابع، واحنا دلوقتي ترتيبنا السابع، بس عندنا فريق محترم، عندنا فريق محترف، عندنا فريق قوي، عندنا فريق العالم كله بيحترمه، كل صحافة العالم الرياضية اتكلمت عن الفريق ده، وكانوا بيقولوا ريسبكت ايجيبت، ريسبكت ايجيبت، يعني قد ايه احترامهم لمصر
وللفريق المصري اللي قدر ان هو يعذب فريق الدنمارك حامل اللقب واللي بيلعب على النهائي الآن، ويكون معاه ند بونت بونت وجون بجون، وفي النهاية الفريق الدنماركي كسب بجون واحد. نخرج فاصل ونرجع تاني. والحقيقة أنا لازم دايما أقول أنه هذا الفريق من منتخب مصر لكرة اليد خلانا نحب لعبة تانية غير كرة القدم. كلنا بنحب كرة القدم، بس إحنا فعلا ارتبطنا بيهم، أساميهم بقت في بيوتنا زي أسامي أبطال كرة القدم، وعايزين نقول إن هم قدروا إن هم يخلونا فعلا نحب كرة اليد ونشجعها ونهتم بيها بشكل كبير. معي على الهاتف السيد وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير دك استاذة رميس. ازاي صحتك؟ اكيد اتفرجت معانا وكلمت الشباب او ما اعرفش بعد الماتش، بس يعني قول لي رساله بقى للشباب بعد الماتش الدرامي اللي احنا شفناه بتاع الدنمارك. ده ماتش للعمر ومباراه يعني تدينا قوه وامل في منتخب كبير، منتخب يعني شباب مصر. في الحقيقه اكيد كنت متواصل معاهم كل مباراه، وهم بالحقيقه يعني بالعكس بيدونا طاقه امل كبيره جدا، اجتهدوا لغايه اخر وقت. كمان يمكن شفنا السويد والدنمارك هم الفرقتين اللي وصلوا في النهائي يعني، والاثنين مروا على مصر ونتائج مصر معاهم كانت يعني كبيره جدا. احنا في الحقيقه شفنا منتخب مصر كان بيلعب مباراه نهائي كاس عالم، ما كانتش مباراه يعني الدور الثمانيه. والمباراة كمان يمكن ربنا أراد ده عشان يزيد البطولة حجم وكبر، ويزيد كده بهاء البطولة اللي اتعلقت بكل المصريين. كل المصريين الحقيقة يعني تشرفوا بيكوا، وانتوا يعني رجالة كبار قوي، وعندكم كمان الأولمبياد جاية إن شاء الله. عايزين ميدالية بقى دكتور. طب عايزين تقولوا حاجة للوزير يا شباب يعني؟ لا طبعا بنشكر دكتور اشرف طبعا على الكلمتين الجمال دول، وهو برضه اجتمع بينا قبل الماتش الدور الثمانيه واتكلم معانا ان هو يعني شويه ما يبقى خلاص احنا عملنا اللي احنا محتاجينه، لكن اللي جاي ده بقى تاريخ للعبه وتاريخ ليكو، وده فعلا الحمد لله اللي احنا حاولنا نعمله لكن ما حصلش نصيب. موضوع بقى الاولمبياد ده مش عارف بقى ان شاء الله. لا 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 لن نتنازل. كل يا دكتور قول لهم لن نتنازل. لا خدت كل التقدير، ويعني انتخبت الرئيس مرتين طبعا. يعني واضح الرئيس كان بيتفرج يا دكتور ولا ايه؟ لانه فعلا على طول بعد الماتش الرئيس نزل تويت على طول ان هو بيفخر بالشباب وبيشكرهم، ففعلا واضح ان كان كلنا بنتفرج. ده وسام على صدرنا كلنا وعلى المجال الرياضي وعلى كل شباب مصر. ده غير ان رئيس الوزراء هاند بول بلاير اصلا يعني. دوله رئيس الوزراء يمكن بعت لي رساله والماتش لسه ما خلصش. يعني بعت لي رساله وانا يمكن استاذنته ان انا احطها زي ما هو بعتها لي بالظبط كده، عشان كنت ببعتها اولا ليهم وثانيا لكل الرياضيين المصريين، علشان يشوفوا قد ايه تقدير الدوله المصريه من فخامه الرئيس ومن دوله الرئيس. اهتمامنا كبير جدا، واحنا ان شاء الله يعني ناويين كده بعد ما نخلص بس البطوله ونمشي اخر فريق ونقول له يعني مع السلامه. مصر عملت، مصر بمنتخبنا يعني عملت اللي ما قدرش حد في الدنيا كلها يعمله، ان في الظروف دي نعمل البطوله بالشكل ده بالحجم ده. اثرنا في العالم كله، احنا بناخد كلام يعني الحقيقه لما بسمعه من السفراء ورؤساء الوفود لما بنعمل الاجتماعات معاهم طبعا فيديو كونفرنس وهكذا، نسمع كلام كبير جدا. شفنا كل صحف العالم كمان صحيح. مع الدكتور حسن مصطفى الرئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه بعد رساله كبيره جدا مهمه جدا، ان بيشكر مصر وبيشكر اللي حصل ده، لان ده يعني اداه شحن لاستمرار او عمل البطوله الاولمبيه. وكمان يعني ناس كتير جدا من ضمنهم حتى الاتحاد الدولي لكره القدم، فاحنا الحمد لله عملنا نموذج كان فيه اصرار من الدوله المصريه من البدايه وتخطيط من الدوله المصريه من البدايه. وكمان نور قوي
باداء ولادنا. اداء هي كانوا هايلين. انا يعني في الرياضه يعني فتره طويله وعمر طويل وفي الهاندبول كمان في صفه خاصه يعني ما شفتش قبل كده مباراه يحصل فيها اكسترا تايم بالشكل ده مرتين وكمان الضربات الترجيح يعني وكل مصر كلها كانت قاعده مع الفريق. مصر كلها كان قلبها وعقلها وحاجات كتير قوي فهم كمان المنتخب لازم يعرف ده. المنتخب المنتخب كمان محترفين ومحليين والاثنين كلهم لعبوا بقلب يعني المصري الشاب المصري فاحنا يعني رسالتي بكملها كلنا فخر بيكم والشباب اللي موجودين ان شاء الله نلتقي قريبا كده يعني تكريم ليكم مع بعض باذن الله واحنا بنكمل استعدادنا سواء الجهاز الفني المحترم جدا والمجلس الاداره والوزاره وراكم ان شاء الله نوصل لاحسن حاجه وافضل حاجه يمكن يانسن نفسه احسن او افضل لاعب في العالم اتكلم كتير على اداءه وعلى منتخب مصر وقال احنا مش يعني ما مرناش بفريق زي كده. انا كنت قاعد امبارح مع يعني السفير الدنماركي وايضا يعني رئيس الاتحاد الدنماركي والسويدي كلموا كلام يعني كبير جدا في حق منتخبنا فربنا يوفقكم ان شاء الله ودايما معاكم باذن الله ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه معايا ايضا الكاتب والسيناريست دكتور مدحت العدل. يا دكتور مساء الخير. يا مساء الفل يا لميس وتحياتي لكل الرجاله الجمال اللي معاكي اللي شرفونا وشرفوا مصر ويشرفوا العالم العربي كله. تقول لهم ايه بقى الشباب اللي فرحونا وزعلونا وعملوا لنا دراما رهيبه بس بصراحه مشرفنا. بص بقى انا بصراحه لو حاولت اكتب فيلم زي اللي حصل في الماتش الاخير مش هعرف. ايوه الحقيقه يعني بقي ثلاث ثواني وبعدين فجاه يبقى مش عارف وبعدين ضربات جزاء ايه بس في الاول وفي الاخر الناس لازم تبقى فاهمه ان احنا ما يسعدنا ان انت بتجيب اخرك في اي حاجه. صح. وهم الحقيقه ادونا والله 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 طبعا كنا هنفرح ان هم يكسبوا ويوصلوا بعد كده بس اقسم بالله ما قلتش الفرحه لحظه بعد اللي عملوه. كفايه ان هم ادوا مثل لكل الناس ان احنا بجد رجاله ان احنا بنعمل اللي علينا ان هم الفرقه اعظم فرقه في العالم هم كسبانينها والتانيين بيتعادلوا هم كسبانينها هم بيتعادلوا محدش دخل بنقطه عرق. مش هقول كلام انا متاكد طبعا ان كل الناس قالت الكلام اللي انا بقوله ده بس انت عارفه قلب الواحد كان بينط ويقعد وينط مع كل كوره وكل حاجه واحساسنا بانه هم يعني يحيى وهو بيعيط في اخر الماتش ما تعرفيش هز قلوبنا قد ايه يعني دي لقطه الموسم ده بالك وانا عارف كميه الشجن اللي كانت جواهم وكميه الحزن اللي كانت جواهم وكميه كل حاجه لكن انا بقول لهم انتوا شرفتونا وفرحتونا وحسستونا ان مصر لسه بخير. يعني بشكرك يا دكتور مدحت عشان انت قلت الكلام اللي انا ما عرفتش اقوله لا ده كلام ده انت استاذه لا لا انا عمال اقول لهم انتوا فرحتونا بس زعلتونا فانت عارف اقسم بالله العلي العظيم كنت في منتهى السعاده على اللي اتعمل. احنا مش عايزين اكتر من كده يا جماعه هي دي الرياضه. انا انت الرياضه هتكسب او تتغي او تتهزم بس في الاخر لا حد تاثر ولا حد تخاذل ولا حد تجاوز الروح الرياضيه المحترمه كل شيء كان حلو تكسب او ما تكسبش بقى ده موضوع تاني لكن هم حسسونا فعلا ان مصر لسه بخير بجد. احنا بنشكركم من قلوبنا على الفرحه اللي دخلتوها في قلوبنا على احساسنا بالفخر ان انتم مصريين ولادنا بجد احنا كنا فرحانين بيكم وهنفضل فرحانين بيكم. شكرا دكتور مدحت العدل. معايا كابتن طيار. يا طيار مساء الخير كابتن محمد عصام الطيار. مساء الخير يا كابتن. مساء النور. يعني بص احنا كنا بنغني باسمك يا طيار يا طيار وانت بتصد كل كوره وانا بشكرك وبشكر كابتن هنداوي اللي مشرفنا هنا على كل حاجه و قول لي مشاعرك ايه لمباراه دراميه جدا. الاول ربنا يخلي حضرتك يا رب. طبعا مشاعرنا كلنا احنا يعني احنا الحمد لله الاول فخورين يعني باللي احنا عملناه او فخورين بالحاله اللي احنا حاسين بيها من الشعب يعني بالشعب المصري. الماتش طبعا كان يعني
احنا ما كانش والله بجد ما كانش عندنا شك 1% ان احنا ان شاء الله ننزل نكسب. حتى الكلام ده كان كل الناس موصلانا للمرحله دي. طبعا كاتونجا وعلي زين كل الناس كانوا موصلنا للمرحله دي، وكابتن احمد الاحمر طبعا وكل الناس يعني. وبس في الاول وفي الاخر هي دي الرياضه يعني. هي دي اصعب كوره عندك يا طيار صدتها كانت ايه؟ صدتها ولا دخلت؟ لا صدتها صدتها. لا صدتها مش فاكر والله، بس هي دخلت اخر كوره طبعا. اخر كوره كنت بسال هنداوي على هانسن الضخم ده اللي هو يعني ده المفروض ده اخطر لاعب في العالم كله. انت كنت بتقلق وهو جاي ولا ايه؟ والله احنا الموضوع معانا يعني حتى كازونجا كان على طول بيتكلم معايا في كده يعني. احنا نازلين لاعب احسن لعيب في العالم وبتاع، بس احنا برضه بنجم يعني اكيد ماشي هو احسن لعيب في العالم، بس يعني هي الثقه وان انت واثق في نفسك وواثق في حتى يعني كريم على طول بيقول انا واثق فيك، والثقه ديت هي اللي بتولد يعني ان انت تقف يعني. فالموضوع اكيد طبعا كان احسن لعيب في العالم وكل حاجه، بس برضه احنا برضه لعيبه جامده ومنتخب مصر ومنتخب محترم والناس كلها بتخاف منه يعني. هو من احسن لعيبه في العالم. بيقول ايه؟ هو من احسن من احسن وبرضه عندنا كريم هنداوي وعصام توام من احسن الاجوان في العالم. يعني هو احسن مهاجم في احسن مهاجم لكن هو مش احسن لعيب في العالم. احسن لعيب في العالم ده عندنا متكامل في العالم كده يعني بيدافع وبيهاجم. والله مش انا علي قاعد بس في مواصفات علي زين اللي هو لعيب بيدافع. ما تضحكش انا بتكلم بجد. لا ده حقيقي. والله بتكلم بجد انا مش عادي عادي والله. كابتن علي طبعا حاجه ثانيه. على فكره علي زين يا علي بيدافع ويهاجم، فهو ده اللعيب المتكامل اللي هو انت ما تلاقيهوش في اي فرقه، اللي هو لما يطلع من الفرقه تحس بالتاثير. علي من اللعيبه اللي هي فعلا هو يعني انا يعني بشوفه من العمود الفقري لمصر بقالها فتره كبيره جدا علي زين. مش عشان هو والله قاعد او هو دي يعني حقيقه طبعا. ودي حقيقه ودي الناس لازم كلها تعرفها. علي زين بيلعب الماتش 60 دقيقه. اللعيبه اللي بتدافع ساعات بتلعب نص شوط، اللعيبه اللي بيهاجم ساعات بتلعب نص شوط. علي بيهاجم ويدافع. لعيبه كتير جدا في المنتخب بتدافع وتهاجم، ده مش حاجه سهله خالص انت توصل للمرحله دي وتدافع وتهاجم بنفس الكواليتي بنفس المجهود. فهو ده اللي يتقارن باللعيب اذا كان لعيب احسن لعيب في العالم او مش احسن لعيب في العالم. شكرا يا كابتن طيار وبحييك وبشكرك على كل مجهود. كان بيقول لكم ايه المدرب في الوقت المستقطع؟ يوم ماتش الدنمارك يوم ماتش الدنمارك. والله انا حسيت ان هو راجل كان هادي جدا، ما كانش متوتر. انا دي ميزه من ميزاته ان هو فعلا في الماتشات مش من نوع المدربين اللي هم بيسرحوا او بيتوتروا او كده. فهو في الماتش كان هادي جدا، بيقرا الماتشات كويس، بيبقى عنده سيناريوهات، مع طول معاه ورق في جيبه بكل سيناريوهات الماتش. فلاحظت غيرته طريقه لعب؟ غيرنا طبعا حاجات كتير يعني. لما هم مثلا كانت ماشيه معاهم اللي هم السنتره السريعه حطوا جوان كتير ورا بعض، احنا ركزنا على النقطه دي. لما لعبوا علينا 7-6 اللي هو في كاس العالم اللي فات قدروا يكسبونا بيها، عرفنا نوقفها. فاحنا بقينا كل حاجه الراجل المدرب بتاعنا محفظنا ازاي فين حلها وازاي نحلها. ف هدوءه في الملعب وقرايته للملعب دي اكتر حاجه اكبر ميزه فيه، ان هو فعلا في لحظتها بيقدر يدينا الحل للكره اللي جايه، الحل للدفاع اللي جاي. فانا شايف ان الراجل ده فعلا بيركز في تفاصيل صغيره جدا، والتفاصيل الصغيره دي هي اللي بتفرق بين المكسب والخساره. وهدوءه ده بيساعدنا ان احنا نقدر نشوف التفاصيل دي ونقدر نركز فيها بشكل احسن. اسمحوا لي نخرج فاصل الاخير، وبعد الفاصل نشوف حياه الشباب دول بقى عامله ازاي، اسرهم، مستقبلهم، واستعداداتهم للاولمبياد القادمه. اللحظات الأخيرة من هذه الحلقة، والحقيقة إن إحنا في البريك بنتكلم الحقيقة الشباب بيحكوا قد إيه إن حياتهم صعبة، وإن هم مراتاتهم متشحططين معاهم لأنهم بيضطروا إن هم يسافروا من بلد لبلد، دول كلهم محترفين، وإزاي إن هم أصدقاء. كريم كنت بتقولي إن أنتوا الصحاب يعني مالكوش صحاب تانيين. ده حقيقي فعلا. إحنا أعتقد إحنا كلاعيبة من فترة كبيرة يعني من أول ما طلعنا الفريق الاول عامه طول حياتنا صحاب يعني. هو يعني دول هم دول احنا الصحاب اللي متعودين عليهم في حياتنا يعني بره الهاند بول كمان. هو ده فانتوا في اي بلد يعني. حتى وانتوا في البلاد المختلفه على طول احنا على اتصال ببعض. طبعا طبعا انت رايح ماسيدونيا. عقد جديد. عقد جديد بلد حلوه ماسيدونيا ان شاء الله. يا رب ان شاء الله تاخد مراتك بقى والعيال وكده. للاسف لا يعني انا على طول كان هم معايا على طول في كل
الحته اللي انا رحت رومانيا بشكتاش في تركيا كانوا معايا وفي رومانيا، لكن مقدونيا للاسف مش هيجوا معايا خلاص، يعني هتبقى صعبه طبعا عليا لان هم يعني اذا كان عندك ولاد قد ايه؟ ياسين 7 سنين تمن 8 ومصطفى 5 وسيف عنده صعبه جدا عليا طبعا ان انا اسيبهم، بس صعبه كمان ان هم يتشحططوا كده. استنى عليهم شويه. اكيد طبعا، يعني هم على طول كانوا ورايا ومراتي على طول ورايا. بيلعبوا الكبير ياسين. طيب ده بيلعب اي حاجه؟ بيلعب ياسين بيلعب هاندبول. بيلعب هاندبول بيحب الهاندبول وهو ماشي فيها يعني مبسوط بيها يعني. مصطفى شويه عايز يغير، بس ياسين متمسك جدا بالهاندبول. يعني انت كنت بتلعب كره قدم صح؟ انا كنت بلعب كره قدم. انهي احلى؟ لا انا بحب الهاندبول جدا 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 طبعا. زين اسرتك بقى، مراتك، عندك ولاد ايه؟ عندي بنت اسمها زينه واربع سنين دايما بيقلدنا. ومعاك بقى في الشارقه؟ معايا في الشارقه. يعني الشارقه مدينه جميله. أنا كمان انا اعتبر اصلا يعني كل سنتين بغير البلد يعني. فهي برضو متشحططه معاك مراتك معايا وكل حاجه ومستحملين يعني. انت برضو انت العيب اصلا هاندبول دايما يعني او لعيب بروفيشنال يعني لو كسبان فرحان، خسران زعلان، فطبعا المود بيختلف كتير جوه البيت. فكويس ان هم قالت لك ايه يعني بقى بعد الماتش؟ والله في الاول هي اصلا يعني لحد ما رجعت البيت وهي كانت بتعيط لسه يعني. طبعا خايفه عليك لانه عشان الكوره. يعني رجعنا احنا اتنين قاعدين بقى، يعني انا زعلان وهي زعلانه وبنهدي بعض شويه وبقى كده بابايا بقى ومامتي كلموني انا هنهدي بعض شويه. يعني الموضوع طبعا مزعج قوي وموضوع صعب. انت دايما لما مثلا يعني حتى انا لما اتكلمت معاهم مع والدتي ووالدي ومراتي بتكلم اللي هو يعني انا واحد زعلان اللي هو ضيع امل ناس كتير. ف الموضوع ما تقدرش تقول حاجه تخليك لا خلاص انا مبسوط يعني ما فيش حاجه غير كده. بس هو ان شاء الله يعني بس يعني انتوا هتعملوا لنا حلم جديد وامل جديد ان شاء الله. احنا حاطين هدف قدامنا ان شاء الله باذن الله. سند انت كنت ايوسين بالظبط عندنا في الجامعه يعني، وبس طبعا انت صغير. كنت ازاي اركيتكتشر وايكونومكس والكلام ده كله وبعدين رحت هاندبول؟ هي الصراحه كانت صعبه جدا زي ما قلت حضرتك برضو، ان اركيتكتشر بتاخد وقت كتير جدا. ان هي بتضطر تقعد في الجامعه لحد الساعه 12 بالليل 1 بالليل. الاركيتكتشر مع الهاندبول السفريات المعسكرات الكلام ده كله موضوع ما كانش ماشي قوي. فحاولت ايكونومكس فدنيا هديت وقدرت اظبط بين الاثنين. فالحمد لله قدرت يعني اخلص الاثنين بشكل كويس. وبعد ما خلصت بقى الجامعه اتجهت حاولت الموضوع الاحتراف ده يعني. عشان اسرتك ما قالتلكش يا ابني خليك ايكونومكس تشتغل شغلانه محترمه، رايح تعمل ايه في الهاندبول؟ والله كله طبعا بيقول كده طبعا. وحتى لما اتخرجت اشتغلت في شركه يعني وكنت ماشي كويس. بس انا كان نفسي احترف من زمان، نفسي اجرب الاكسبيرينس دي واطلع بره واشوف الدنيا عامله ازاي. فلما جات لي الفرصه بصراحه هم كانوا في ظهري يعني وبيدعموني جامد جدا وقالوا لي اطلع وجرب وما فيش حاجه تخسرها يعني، بدل ما بعد 10 سنين تندم انت ما جربتش. انطلقت يعني الحمد لله في الموضوع. ومراتك معاك وعندك بنت برضه؟ زينه برضه زي علي. لا مش ممكن، بتقلدوا بعض جدا كتير كتير. كابتن ريشة تقول لهم ايه؟ والله انا من كلامي معاهم الناس متضايقين جدا ومحبطين جدا. انا عايز اقول لهم لا عمركم ما هتبقوا كده، الناس دي عملت اللي عليها. ابنوا على اللي انتوا عملتوه. فرقه الدنمارك زي ما الناس بتقول بطل اوروبا وبطل العالم، الناس دي ما بقتش ابطال مره واحده. اللي عملتوه ستيب للي جاي ان شاء الله تقدروا تكملوا على اللي انتوا بنيتوه واللي انتوا طمعتوا الناس فيه وتقدروا تحققوا لنا حاجه كويسه في الاولمبياد باذن الله ان شاء الله. وهم جيل صغير يعني، انتوا كمان يعني غير الاولمبيكس انتوا كمان سنتين ان شاء الله هتكونوا موجودين وهتلعبوا كاس العالم وهتجيبوا لنا. انا متاكده ان انتوا هتجيبوا لنا ونحط على الترابيزه هنا كاس العالم ان شاء الله. او ابقى واقفه بقى في الماتش بهيص ده انا خلاص بقيت خبيره تنبول مش كده؟ لا خالص، او انا اللي علق، انا ناوي اعلق بصراحه. بشكركم شكرا جزيلا، فعلا شرفتونا كابتن سند، كابتن زين، كابتن هنداوي وكابتن ريشه. بشكركم، بشكر كابتن طاهر اللي كان على التليفون. وبشكركم اعزائي المشاهدين. هي دي الرياضه، مكسب وخساره، بس هم عملوا فريق محترم، شرفونا، لعبوا اداء كويس. هو ده الفكره، تعمل اللي عليك والنتيجه بقى معلش. بشكركم ونتقابل بكره باذن الله. وهذه لميس الحديد، تحييكم، صباح الخير.